حضراتكم ده هو المهندس محمد خلف فهمي مدير الشؤون الزراعية بمحافظة المنيا، وهو تابع تجربة زراعة الأقطان بنظام الشتلات عن قرب من أول المشتل والصواني اللي اتصنعت ليها تربة خاصة من كومبوست النخيل. مهندس محمد خلف فهمي، حضرتك مدير الشؤون الزراعية في محافظة المنيا، وتابعت التجربة دي من بدايتها لنهايتها، وقلت لي على معلومة ده ذهب. أنت بتقول لي المزارع اللي يزرع القمح بعد القطن انتاجيته بتزيد من 3-4 أرداب في الفدان. لا، أنا بقول لك 2 أرداب. تمام. يعني في 2 مليون فدان بس، مش هقول لك 3.5 مليون بنزرعهم قمح، احنا ممكن نزيد 4 مليون أرداب لمجرد ان احنا نتوسع في زراعة القطن. تمام. صح ولا لا؟ تمام. جبنا محصول مهم جدا للغزل والنسيج، محصول زيتي، محصول فيه 21 صناعة بتشتغل وراه، كمان جبنا الأكل بتاعنا، الأمن الغذائي. هي احكي لي. القطن دايما بنزرع في مارس، ومارس الشهر ده بيبقى فيه زراعات القمح قائمة على هذا المسطح من المساحات، فاحنا الشتلة وفرتنا من 45 ل 50 يوم علشان نتفادى المحاصيل المزروعة بالقمح ونزرع بعد القمح. فزرعنا في 27/5 كان عندنا 90% من المساحات اتحصدت على مستوى المحافظة هنا، وبالتالي حصول القطن مش هيأثر تأثير نهائي على 250 ألف فدان اللي احنا بنزرعها في محافظة المنيا. المعلومة التانية ان الشتلة بنعالجها، انت بتعالج في مساحة بسيطة جرتين عشان انت بدل ما انت بتعالج فدان كامل. صح. بالمبيدات في الفطرية الحشرات جرتين المشتل غير افدنة، المصروفات والتكاليف اقل من الحقل الدايم. الفكرة التانية المحصول احنا عارفين الجدر بتاعه وتد، يعني لو انت خلحت النبات دلوقتي هتلاقي حوالي 60-50-40 سنتي من الارض طلعت، يعني بيعمل لي تهوية للجذور. دايما الفلاح المنياوي لما بيزرع قمح بعد القطن دايما يقول انا بزيد من 2 ارداب 3 ارداب لحد 4 ارداب في القمح، فده هيزود من انتاجية الكلية للمحافظة، وبالتالي يزود من انتاجية الكلية للجمهورية اللي هو غذاء الصين. حافظنا على القطن اللي هو بتقوم عليه الصناعات كلها اللي هي حوالي 20 صناعة، ووفرنا في الزيوت اللي احنا بنعاني منها حوالي 90% من العجز، وبالتالي ما أثرش على رغيف الخبز بتاعنا اللي هي المساحة المزرعة بالقمح.